وأمر في طريقه ابن عباس رضي الله عنهما أن يلقط له حصى الجمار، فالتقط له مثل حصى الخلف، حددها وقربها بعض العلماء بأنها أكبر من حبة الحمص وأصغر من حبة البندق. قال عليه الصلاة والسلام: أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. وهذا يدل على أن اشتغال البعض بلقط حصى الجمار ليلة مزدلفة ليس من السنة.